الو محمود الو ميكرو الو الخطاب هذايا سمعناه برشا وقت بن علي. تعرف كلمه المناوئون اللي هي كانت حكر على نظام بن علي، ديما المناوئون يحطوا في العصا في العجله. سامحني يا اخي، الاحتكار حاجه جديده في البلاد، الاحتكار ما كانش موجود قبل الثوره وبعد الثوره. علاش احنا اليوم نربطوا غلاء الاسعار بالاحتكار؟ في جزء منه صحيح كما قال لك رفيق، رئيس الجمهورية يجمع كل السلطات بين يديه، مازال يقول ستكون هناك، هكا الجملة نتاعه قد ستكون هناك قوانين بشارة قلم سيد الرئيس. عليه ليه ستكون باش نتناقش في البرلمان القانون بالمعارضة باش تقول لا؟ كله بين يديك. رئيس الجمهورية كما كل شخص يتعرض للفشل في سياسته الشخصية لأنه يحتكر كل السلطات، فهو فشل في مقاومة الاحتكار، يقول سي با موا سي لوي، مش أنا، راهم يحطوا لي في العصا في العجلة، راهو فما كما قلت أنت في الإدارة، فما في الإدارة التونسية شكون يعطل؟ سي فغي يصيروا دي بتيت فيت، يبدا مثلا واحد رابط مع محتكر ويقول له اسمع رد بالك هلا يا مات، راه فما دي ديسانت عيني. نحكيو على إرادة الدولة هنا. في احنا نحكيو الطاير واللي على الارض واللي تحت الارض كنا نعرفوه وقت بن علي، اليوم ماناش عارفين. بيان سور نعرفوا المحتكرين، نعرفوهم واحد واحد وبالاسم وش عندهم صغار وشكون ماخذ وشكون بو وشكون امه. اليوم رئيس الجمهوريه في حاله فشل في مقاومه الاحتكار، انت قلت مازال يحلل، ماهوش يحلل، رئيس الجمهوريه يبرر في الفشل. تبقى فما خطاب اخر يلزمنا نواجه به التوانسه، مش الاحتكار جزء ضئيل، راهي الدنيا شاعله في العالم، في العالم الدنيا شعلت، مش عندنا احنا برك، احنا صحيح اللي عرفنا نتصرفوا، اللي عرفنا نضغطوا على الاسعار، اللي عرفنا كلها مساله حوكمه، مش مسؤول عليها رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية مسؤول ليه 7 أشهر، هذا كان ينجم ياخذ قرارات ولا قرار غير ولا هي سياسات نتاع حكومات متعاقبة على تونس وصلتنا للحالة اللي احنا فيها حتى ال 25، أما من 25 جويليا ما يلوم على حتى حد، اليوم هو قادر على أخذ كل القرارات.